الدخان المتجمد أو الإيروجيل مادة ليست بجديدة، ولكن بفضل ما أدخل عليها من تطوير صارت مادة فريدة لها صفات وخصائص غير مسبوقة تجعلها تستحق لقب مادة المستقبل، حيث تتنوع استخداماتها في العديد من المجالات والتطبيقات. دكتور براين سوندرز المشرف على فريق علمي بريطاني يعكف على مزيد من تطوير هذه المادة، يقول: لقد نجحنا في ربط الجزيئات المتناهية الصغر لهذه المادة مع بعضها البعض لتكون أكثر مرونة وقابلية للحفظ، وفي ذات الوقت قادرة على تحمل الضغوط والتغيرات دون أن تنهار أو تتكسر. فماذا عن هذه المادة الفريدة، وما هي أبرز صفاتها وخواصها والمجالات التي تستخدم فيها؟ أهلا بكم وكل التحية لحضراتكم. إن الدخان المتجمد أو الإيروجيل، والذي يطلق عليه البعض الهلام الهوائي، هو في أبسط تعريف له مادة هلامية منخفضة الكثافة، حيث تصل كثافتها إلى نحو 0.9 ملي جرام لكل سنتيمتر مربع. استبدل فيها المحتوى السائل بالغاز. وكان العالم الكوري الأصل دكتور لي كانغ بيك، الذي يمتلك مختبرا علميا خاصا في الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلن في العام 2003 عن اكتشافه لنوع جديد من الإيروجيل يتميز بالمرونة والصلابة في آن واحد. والإنتاج وتسويق هذا المنتج شارك دكتور بيك بتأسيس شركة تحمل اسم سبين أوروجيل. وفي 18 من نوفمبر عام 2011 أعلن فريق من العلماء الأمريكان عن نجاحين بتطوير آخر للإيروجيل ذو خواص غير مسبوقة تجعل منه المادة المنتظرة لصناعات المستقبل. لقد قطع العلماء شوطا طويلا في رحلة تطوير مادة الإيروجيل، والتي وصلت إلى مستوى متقدم، وصارت تمتلك هذه المادة المزيد من الصفات والخصائص التي يمكن إبراز أهمها في النقاط الآتية. أولا، معدل الكثافة قليل جدا، إذ أنها تقل عن كثافة الزجاج بنحو 1000 مرة. ثانيا، تتميز بقدرة كبيرة على العزل الحراري، كونها تقوم بإلغاء 3 من النواقل الحرارية، وهي تيارات الحمل والتوصيل والإشعاع. ثالثا، برغم طبيعتها الشبه شفافة وملمسها الشبيه بالرغوة، إلا أنها مادة جافة ولا تشبه الجل في خصائصها الفيزيائية، فقط أخذ الاسم من كونها مستمدة من المادة الهلامية. رابعا، يبدو للوهلة الأولى أنها عرضة للتحطم، إلا أنها قوية جدا هيكليا، حيث أن البنية الحاملة لها ذات قدرات كبيرة، ويعبر عنها بالهيكل الميكروي ذي التغصنات، الذي هو عبارة عن جزيئات ميكروية بحجم متوسط يتراوح بين 2 إلى 5 نانومتر تنصهر معا لتشكل بنية ثلاثية الأبعاد، وقطر المسام أقل من 100 نانومتر. ومن ثم فإن مكعبا منها بطول ورقة الدولار يمكنه حمل وزن يزيد عن 0.5 طن من دون أن يتهاوى أو يتضرر، وهي تمتلك سطح تفاعلي كبير. خامسا، خفيفة على نحو مدهش، وقد وصفت بأنها المادة الصلبة الأخف في العالم، حيث أن المتر المكعب منها لا يتجاوز وزنه 140 جراما فقط. سادسا، عازلة للصوت. سابعا، عازلة للرطوبة والبرودة. ثامنا، إذا خلطت بمواد بلاستيكية تصبح ذات مرونة كبيرة للغاية، بحيث يمكن مدها آلاف المرات، إلى حد أن مقدارا صغيرا من المادة كفيل بتغطية ملعب كرة القدم. تاسعا، صار بالإمكان إنتاج أنواع مختلفة منها بواسطة الطابعة ثلاثية الأبعاد، وذلك باستخدام البوليمرات والسيليكا ومركبات الكربون. تقول دكتور ماري كارول، أستاذ علم الكيمياء بجامعة يونيون وأحد علماء فريق البحث العلمي المعني بتطوير مادة الإيروجيل،
إن الخصائص التي صارت تتميز بها هذه المادة تجعلها مرشحة بقوة لكي تكون مادة رئيسية تقوم عليها معظم صناعات المستقبل. قال بذلك أيضا عالم الهندسة الميكانيكية براد بورلو وبروفيسورة آن أندرسون وغيرهم من العلماء الذين أدركوا ماهية هذه المادة وخصائصها. ومن المجالات التي تستخدم فيها هذه المادة صناعة العوازل الحرارية للحوائط والنوافذ وغيرها، صناعة المنسوجات والأغطية والسترات الفضائية. وكانت ناسا قد أكدت على أهمية استخدام هذه المادة في تطوير هيكل مركبة المريخ مارس روفر. اعتمدتها قيادة القوات البحرية الأمريكية كبوطانة لسترات الغوص، وذلك من أجل حماية أفضل لدرجة حرارة أجسام الغواصين. ذات أهمية كبيرة في صناعة العقاقير والأدوية وحفظها وتخزينها. تدخل في صناعة الأدوات الرياضية ذات المواصفات القياسية العالمية، كما في الأدوات المستخدمة برياضات الإسكواش والراكيت ومضارب التنس. امتصاص الغبار وكافة الملوثات العالقة في الهواء ثبت إمكانية استخدامها كعامل إذابة عند تصنيع كثير من المواد الأخرى، كما في الدهانات ومستحضرات التجميل. تدخل في تصنيع أجهزة الاستشعار المتقدمة. تدخل في صناعة الكواشف ونوازير الرؤية الليلية. وكذا تدخل في صناعة المكثفات الفائقة، حيث يمكنها تشييد طبقة كهروكيميائية مزدوجة وضئيلة تجعل من المكثفات أصغر بما يتراوح بين 2000 إلى 5000 مرة من المكثفات الكهربائية التقليدية. وقد تأكد أن مكثفات الأوروجيل الفائقة ذات مقاومة منخفضة مقارنة بالمكثفات الأخرى، ومن ثم يمكنها إنتاج تيارات كهربائية فائقة الشدة حتى في أوقات الذروة. تدخل في صناعة فلاتر تنقية المياه من المعادن الثقيلة مثل الكادميوم والزئبق والرصاص. تدخل في كثير من الصناعات الإلكترونية المتقدمة. صارت عنصر رئيس من التطبيقات الحديثة المستخدمة في عمليات تحلية مياه البحر وغير ذلك من الاستخدامات التي يصعب حصرها. أعزائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وترك تعليق أسفل الفيديو ومشاركته مع الأصدقاء. نسعد بكم ونتمنى لكم كل السعادة.